يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله فصل في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن العتبي، وذكر القصة: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي. هذه القصة لم تثبت، قصة العتبي هذه لم تثبت، وكون النووي ذكرها هذا خطأ. ابن كثير ذكرها مع الأسف في تفسيره ولم يعقب عليها، وصاحب المغني ذكرها، لكن مجرد الذكر لا يكفي، لا بد من صحة السند وثبوته، أما مجرد الذكر هذا لا يكفي. نعم.